طبعا المنتديات اللي بتكون بها دولة الجزائر المنتدى اللي احنا موجودين فيه بشكلنا النافذة وبشكلنا المنبر الحر للحديث عن قضايانا الوطنية القضايا الفلسطينية. طبعا دولة الجزائر معروفة بعلاقتها الوطيدة وعلاقتها القوية مع الشعب الفلسطيني بكونها هي أول دولة يعني احتضنت وفتحت قلبها للشعب الفلسطيني وفتحت أول تمثيل للشعب الفلسطيني، وهي مشكورة على دعوتنا لهذا المنتدى. وإحنا هذه المنتديات بتشكل لنا صراحة مساحة وحيز للحديث عن قضايانا الوطنية. طبعا أنا بمثل حالة الأسرى بهذا المنتدى. طبعا الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال أعدادهم كبيرة جدا، هناك أكثر من 4500 أسير داخل السجون الإسرائيلية، هناك أسرى محكومون بالمئات، محكومين بالمؤبدات، هناك نساء داخل سجون الاحتلال، هناك أطفال. كل هذه المعاناة إحنا بنحاول نتواصل مع كل الوفود الموجودة من أجل الإنارة ومن أجل إيضاح قضية الأسرى الفلسطينيين، وإحنا في نفس الوقت كشعب فلسطيني وكقضية وطنية محورية ومركزية بنحاول إنه إحنا إن بنحاول إنه إن إرجاع محورية القضية الفلسطينية من خلال الجهود اللي احنا بنقوم بها كشعب فلسطيني وكمسؤولين فلسطينيين بالتأكيد. وهذا الموضوع صراحة يعني بمثل إن يعني أنا تحدثت مع كل الوفود الموجودة، كل الوفود الموجودة أنا لقيت القضية الفلسطينية حاضرة في وجدانهم وفي قلوبهم، وإحنا بنحاول. وطبعا قمت بإيضاح قضية الأسرى الفلسطينية لكل هذه الوفود. الوفود العربية ما بتملك المعلومات الكبيرة والواضحة عن قضية الأسرى الفلسطينيين وعن القضايا المركزية. احنا اكبر وفد موجودين في هذا المنتدى، احنا يعني اكبر وفد، واحنا يعني دولة الجزائر مشكورة اعطتنا الحيز للحديث عن كل هذه القضايا الوطنية والمركزية. طبعا انا تم اعتقالي، انا مكثت داخل سجون الاحتلال 14 عام، خلال هذه ال 14 عام دخلت السجن عام 2008 وتم اطلاق سراحي عام 2022 بشهر 4 عام 2022. طبعا هناك اسرى فلسطينيين امضوا اكثر من 40 عام، وهناك اسرى فلسطينيون امضوا اكثر من 30 عام. يعني معتقل غوانتانامو الكل يسمع بمعتقل غوانتانامو، ولكن معتقل غوانتانامو موجود في الاراضي المحتله للاسف بالعشرات بين مراكز التحقيق والسجون المركزية والمعتقلات الصهيونية. وإحنا بنحاول من خلال هذا المنتدى إنه إيضاح قضية الأسرى بشكل أكبر وبشكل أوسع. جيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.